رسميا الاتحاد الافريقي يمنح المملكه المغربيه تنظيم حفل جوائز الكاف 2023، فمرحبا باشقائنا الافارقه ببلد الخير، بلد الكرم، البلد المعطاء، المملكه المغربيه. واللي على ما كنظن انه بهذه المناسبه غادي يكون افتتاح ديال مقر الجامعه الملكيه المغربيه الجديد اللي كنتسناو نشوفوا الحله ديالو الجديده، واللي الاصداء كتقول بانه بمواصفات عالميه. ولكن حفل الجوائز غادي يكون بالمسرح الكبير بمدينه الرباط، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو بمواصفات عالميه وكيشرف القاره الافريقيه والمملكه المغربيه. حفل الجوائز اللي اغلب التقارير كتقول بان الفائز غادي يكون المغربي ياسين بونو بعد الموسم الخرافي اللي قدمه، واللي كان فعال في جل المباريات وساهم بشكل كبير فوز الفريق ديالو باليوروبا ليغ. ياسين بونو كان كيساهم في الفوز، كان كيساهم في اللقب من ارضيه الميدان وليس من دكه البدلاء، وما اكتفاش بالمساهمه بل فاز بنجم المباراه، المباراه النهائيه ديال اليوروبا ليغ. قدم مستوى رائع امام من؟ امام روما وامام جوزي مورينيو، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق ديالو اشبيليا بعد الموسم الكارثي، خلاه متواجد بالدوري الاسباني. بلا ما نساو العمل الكبير اللي قام به في كاس العالم، واللي كل المنافسين ديالو ما كانوش موجودين في كاس العالم، سواء ساديو ماني، محمد صلاح، رياض محرز، لكن ياسين بونو كان متواجد، وكيف ما ديما حقق الانجاز مع المغرب ماشي عند دكات البدلاء، ولكن كان كيساهم في المباريات، كان كيلعب رسمي. وما نساوش انه فاز بجوج المرات بنجم المباراه وقدام عمالقه بحال اسبانيا والبرتغال. يعني كاين فرق انك كتفوز بالالقاب وانت في ارضيه الميدان وكتخرج بنجم المباراه، وكاين فرق ما بين انك كتفوز بالالقاب وانت على دكه البدلاء، سيادك كيجيبوا الالقاب وانت كيتحسبوا ليك. والعمل الوحيد اللي كتقوم به هو انك كتحط القنينات ديال الماء حداك، وقت ما جا شي واحد يشرب كتمدهم ليه. فما يمكنش تقارن واحد كيساهم فوز بالالقاب وكيخرج بنجم المباراه مع واحد الشغل ديالو الشاغل هو انه يدور حداه القنينات ديال الماء باش يمدهم للزملاء ديالو. فالله يسهل لعيب المملكة المغربية الفوز باللقب ديال احسن لاعب افريقي، وفين وسط البلاد ديالو وسط المملكة المغربية. المغرب ينافس على تنظيم اغلب التظاهرات الافريقيه والعالميه، شفناه مقدم الملف ديالو لكاس العالم 2030، مقدم الملف ديالو باش ينظم كاس العالم للصالات وكينافس على كاس افريقيا 2025. ها هو غادي ينظم حفل الجوائز ديال الكاف 2023، وحافظ الدراجي مازال مخدم ديك الكاسيطه ديال ورده الشلوطيه، قلبه خاصه مولاه والمغرب راه هو دواه، باقي كيعاود لهم نفس الاسطوانه. صافي راه 2025 داها المغرب، رانا قلتها لكم وباقي كنعاودها لكم، والرئيس مزيان اللي استقال وخصنا نجيبوا واحد يكون فيه وفيه وفيه، بدا كيخطب عليهم ديك الخطابات، قالوا له دير واحد القضيه اجي انت ولي هو الرئيس. لا قال لهم هداو عليا ما نقادش لا هذه ما لقاش لا والو، قال لهم ما خلوني بعيد. والله الا عاود رجعها في الله وديها حفيظ الدراجي، خلي تشوفوا وزرق رجع مسكين ما عنده باش يلعب. المويني قال لي كتجيبوها كيلعب بها وكديها وتحيدوها، دابا راه دوز ربعه والخامسه هو جاي، ما عنده باش يلعب كوعا يجي يلعب بيك اصاحبي شويه. واه حويفيض وهادي راه في الله وليدي، والله الا هادي راه في الله ولي انت هو الرئيس، خلي تشوفوا وزرق رجع مسكين يلعب بوحدو. يلا اصاحبي جيبوا شي واحد ثاني باش يحيدو يكمل يكمل الحساب. ما كتملوش ما كتعياوش، نفس الخطاب نفس الهضره نفس كذا. لو الواعر قال لهم شوفوا دابا كاس العالم غادي يتاهلوا تسعود، ومنتخب غادي يلعب البراج، الا فاز غادي يكونوا 10، ايوا 10 غادي يتاهلوا لكاس العالم وما نكونوش منهم مع نحبسوا، الا ما تاهلناش لكاس العالم خصنا نحبسوا الكره. عاكو درتوها احسن، كنت هنينا منكم شويه قهرتونا. فوزي القجع فوزي القجع فوزي القجع فوزي القجع، وهي الصراحه لا مشي جوج ما تاهلتوش ولا وسخط الله على البروال. فخليكم تضحكوا شويه مع الاسطوانه ديال ورده الشلوطيه، مازال يؤكد بان المغرب فاز ب 2025 وبدا كيعطيهم الحلول ديال علاش ما انسحبناش من اللي حطينا الملف في 2027، ياك عرفنا راسنا خاسرين في 2025 اش خلينا الملف، كون حيدناه سيدي وانا نعطيكم الخطه شنو كنتوا تقولوا باش تخرجوا بوجهكم احمر. والنفس 2027 على الله نشوفوا مع السنغال على الله شنو لقينا كندير. يا ودي شي 2027 راه ما تفوزوش بها، انت واش طامع ب 2027؟ انسى. فسمعوا حويفيض يا ترنح، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. كتبان متوقع من الوسط الكروي ومتوقع حتى عند الناس، وهذه ثقافه يجب ان تسود، ثقافه الاستقاله عند الفشل على كل المستويات. تستقيل لأنك فشلت وليس لأنك فاشل، مش بالضرورة أنك تكون فاشل، ولكن تستقيل لأنك فشلت من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. لما الإنسان يفشل يجب أن يرحل. أعتقد بأنه تحصيل حاصل وأمر عادي وطبيعي أنه رئيس الاتحاد يستقيل، ليس لأنه خسر في الانتخابات، ولكن لأنه خسر في الانتخابات وخسرنا الأوديسات وخسرنا المحليين وخسرنا اليوفان تروا خسرنا كثير اشياء من الناحيه الفنيه. نتمنى انه الامور تصير على احسن ما يرام وتجي الانتخابات في اقرب وقت ممكن ويطلع رئيس محترم يقدر يصحح الامور، ولو انه الامر ليس مرتبط فقط بالرئيس بقدر ما هو مرتبط ب
مكتب وبمنظومة وبمشروع وبمرافقة للسلطات العمومية، لأنه ضرورية، لأنه أنا كتبت وقلت ونعاود نكرر بأنه كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، صارت يجب أن تكون قضية دولة مثل ما هي قضية دولة في بلدان أخرى. أنا لا أقول بأنه يجب أن تكون قضية دولة على حساب قضايا أخرى، لا، الاقتصاد قضية دولة، الثقافة قضية دولة، الرياضة قضية دولة، معناها أنه الدولة يجب أن تهتم كما ينبغي على طريقتها بمجال كرة القدم. بالنسبة لكأس أفريقيا 2025 أنا قلتها من زمان وكررتها مرات ونكررها اليوم، قضي الأمر رسميا لا، ولكن أعتقد بأنه الأمر حسم من قبل 6 شهور ولا قبل ذلك. كأس أمم أفريقيا 25 لن تكون في الجزائر، وممكن حتى 2027 لن تكون في الجزائر، لأنه الخيار اللي خديناه دائما نحب نحمل مسؤولية لنفسنا، لأنه ما نحملهاش الآخرين، لأنه الآخر طبيعي أنه ينافس وطبيعي أنه يفوز بكأس إفريقيا 25 و27 و30 و47 و250، فعادي جدا. لازم دائما نحمل مسؤولية لأنفسنا أنه لم نحسن التصرف عندما ترشحنا ل 2025 ولا عندما ترشحنا ل 2027، حتى الطريقة اللي قال احنا مترشحين 25 زيدوا 27، كان ممكن ننسحب من 25 لأسباب عادية جدا، كأن نقول مثلا بأنه احنا 2025 راح كأس أفريقيا تجي في جونفي، احنا شهر من قبل ولا أسبوعين من قبل عند انتخابات رئاسية، قال احنا شفنا تفطمنا بأنه عندنا انتخابات رئاسية في ديسمبر وكأس أفريقيا في جونبي، ننسحب من 2025 ونفضل أن نلقى في 27. كان ممكن حظوظ ما تكون أكبر للأسف الشديد، لكن هذا هو الواقع. أعتقد بأنه كأس أمم أفريقيا حسمت ليس رسميا ولكن حسمت قبل الأمر. باش نقول لك نترشح ما نترشحش، لأنه أعتقد بأنني مش قادر. وبعدين لازم نتعلم بأنه تتقدم الحاجة تقدر لها، تقدمش الحاجة ما تقدر لهاش، أو في اعتقادك أنك ما تقدر لهاش. فأنا لن أعطيك أي اسم ولست مستعد لكي أترشح على الأقل الآن أو في السنتين القادمتين أو ثلاثة، مش عارف وش راح يحدث بعد ذلك، ولكن أنا الآن بعيد تماما عن الاتحادية. الأسماء لن أعطيك أي اسم، ولا أعتقد بأنه سمعوش تكلم على رورا بهذا الشكل، ولو أنه أنا أعتقد أيضا بأنه لا يجب أن يعود محمد روراوة الاتحادية، مش لأنه ما يقدرش أو ما يعرفش، لا، خلاص حقنا زمن آخر، لازم جيل آخر، لازم ناس آخرين. نعم هو أكبر في السن، لكن كاين ناس 77 سنة مازالهم في مواقع مختلفة يعني. بعدين أنا بالنسبة لي 60 و70 مازال صغير في بعض الحالات. أنا يما 84 سنة المرتبة نقولها مزالك صغيرة ومزالك مزالك نقولها نزوجه نقولها يعني يعني بس، لأنه الحياة مش سن مش عمر، الحياة صحة وش تعطي أيضا. فأنا كذلك لو يطرحوا لي يقولوا لي تتمنى يرجع روان، نقولوا لا نتمنى ما يرجعش، مش لأنه ما يقدرش، لا، خلوا المكان الجيل آخر ممكن يعاون عن بعد، يجي انت غدوة رئيس اتحاديا نطلب منه أنه يساعدك برصيده بمعارفه بتجربته بخبرته، لازم يساعد. لو ممكن ما يساعدك ولكن لازم تطلب منه باش يساعدك. انا كما تطلبش مني نساعدك ما نجيكش، يعني راح نكون متطفل عليك. فممكن ناس في سن معين يقول لك انا ما طلبش مني، وعنده حق، يقول لك انا يطلب مني نفرجك. ومع ذلك مش متفائل كتير ولكن مش متشائم كتير، يعني نقدر نصلحوا الامور، لازم نوقفوا نلعبوا الكره يعني، مع احترامي للمنتخبات اللي موجوده، ولكن اذا ما تاهلتش الجزائر ومصر وتونس والمغرب ونيجيريا والكامرون وكوت ديفوار والسنغال ومالي، اعتقد هذه المنتخبات لازم، لانه الحظوظ هذه المره مع 9+1 كبيرة جدا بالنسبة للمنتخبات. نتكلم على الورق يعني، إذا لم نتأهل إلى كأس العالم أعتقد يجب نتوقف على ممارسة كرة القدم على الأقل مؤقتا. يقول هذا هو يقول لا، والبعض الآخر يقول لا،
وش يعين؟ يقولوا بأنه يقبل أو يرفض مثلا. وكان يقولوا له أنت وسمك الله أمين. كان يقولوا له أمين راح يجي رئيس الاتحادية، يقدر يقول لهم نوعا ما نخرج مع أمين. ولكن هذا مجرد كلام لازم يثبت عن طريق مصادر رسمية باش نعلقوا عليه. يطالبوا محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي لأنه في الموسمين الماضيين صارت عنده صعوبات كبيرة جدا لكي يلعب أساسي مع بيب غوارديولا. فكنا كلنا نتمنى أن يغادر مانشستر سيتي. المفاجأة أنه غادر إلى الأهلي، هذه حرية شخصية. وبعدين هو مش الوحيد اللي غادر، لما تشوف بأن رونالدو راح وبنزيما راح ولاعبين آخرين، وفيرمينو راح ولاعبين آخرين كبار راحوا للدوري السعودي. تسجل بأن الدوري السعودي هو أفضل دوري عربي حتى الآن، واحد من أفضل الدوريات في آسيا. أنا لا أقول بأنه محرز عنده حق أنه غادر أم لا، هذا يدخل في إطار حريته الشخصية. ينخفض مستواه لا أعتقد، لأنه من زمان كان عندنا لاعبين دوليين يلعبوا في الدوريات العربية، كانوا يلعبوا في قطر وفي الإمارات وفي السعودية ويلعبوا في تونس. فلا يجب أن نأخذ الأمر من هذا الجانب بأنه لا رح ينخفض مستواه، لا أعتقد بأنه سينخفض مستواه. ولكن أكيد مستوى الدوري الإنجليزي مش مستوى نفس مستوى الدوري السعودي، ولكن أنا نحترم خياره. كنت نتمنى أنه يغادر السيتي، لما راح للسعودية يجب احترام خياره. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، دخلوا تعليق بالرأي ديالكم. ناس مازال ما مشاركينش معنا، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.